بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنعمل لقاء مع الأستاذ سماعيل العجمي رئيس جمعية كفر سالم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذ سماعيل؟ ازيك يا أستاذ خالد؟ اللي حضرتك كلمني بقى على الرسالة دي، الرسالة كام بالنسبة لكم وإيه الجمعيات اللي بتيجي هنا والقطن ده تجاري ولا إقصاء؟ ديت بالنسبة لنا ديت المجمع بتاع كفر سالم مجمع تجاري. أيوه. وإحنا مضمون لنا كده إيه أربع بلاد: كفر سالم، سلمو، شبراتو، كفر الدوار جناة. وديت الرسالة الثانية. دي الرسالة الثانية. طب ده تجار. طب هو الوزن تم الوزن؟ تم الوزن واحنا بنراقب وقفنا على الفرز بكرة إن شاء الله بعد مجمع بسيط. تمام، يعني في رسالة قبل كده طلعت من هنا من المجمع؟ رسالة عندنا طلعت قبل كده إن شاء الله وانشالت، وفلوسها حضرت طبعا، الناس بتقبض فلوسها دلوقتي. ودي الرسالة الثانية إن شاء الله بأمر الله وإذنه. طب عدد الأكياس في الرسالة دي؟ عدد الرسالة اللي كيس في الرسالة 587 كيس. 587 كيس؟ 587 طبعا زاد 5. ايوه 587 587. والرسالة الثانية هي الأولى 294. طيب بالنسبة طبعا احنا بالنسبة للسادة المزارعين يعني مش هيعرف يجيبوا طبعا الا بعد ما المزاد يتم ويشيلوا القوط. بأمر الله. ويشيلوا القوط. بأمر الله. يعني متوسط كم يوم كده؟ متوسط حوالي 4 أيام. اي 4 أيام 5 أيام. أربع أيام 5 أيام. ويتابعونا برضو. اي ويتابعونا برضو على اساس طبعا في مزارعين كتير بيسالونا يجيبوا امتى، يبقى احنا بعد المزاد ويشيلوا القوط. سيادتك متابعين مع الفلاحين كلها مع المزارعين كلها. تمام. مزارعين البلاد والجمعيات بتاع سلمون والجمعيات بتاع كفر الدوار وجنات. تمام. على اساس ان هم يبلغوا المزارعين بتوعهم. تمام. احنا شاكرين فضل حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا. شكرا.